لي خطر يعني. وطبعا انا حريص على words on this championship and how are you prepared, especially coming from the Dakar? Yes, after Dakar, you know, it was amazing result, you know, and we finished second, you know, and okay, second time in the row, we finished second place in Dakar. We have a few problems, you know, with the tires, but okay, we are here now in Qatar, you know, the first round of Middle East Championship, you know, and this is will be great, you know, to win again, to make extra record, you know, because I win 16 times Qatar Rally and Middle East the championship also 16 times, you know. I'm quite happy from this performance, you know, and yeah, we try to do our best, you know, for this year 2021. Thank you. تستاهل الخير. طبعا رالي الدوحة هي الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط. مثل ما تشوفون عدد المشاركين ما شاء الله بكثرة. تواجد السائق البريطاني كريس ميكو من أشد المنافسين، وعودة عبد العزيز الكواري وخالد السويدي. طبعا رالي خطر يعني، وطبعا أنا حريص على المشاركة هذه. وطبعا هي الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط. اليوم الحمد لله يعني في أسامي عالمية، كريس ميك من أوروبا بطل العالم، سائق مخضرم يشارك بالجولة الأولى، وعندنا عبد العزيز الكواري وخالد وإخواننا من عمان ومن السعودية ومن الكويت. يعني هذا يعني أحسن انطلاقة، والكل متواجد، وإن شاء الله نتمنى التوفيق. وطبعا هدفنا يعني هو تحطيم الأرقام في هالمسابقة. شكرا جزيلا، إن شاء الله نلقاك يوم الأحد. إن شاء الله. اليوم نشوف وجه جديد الشيخ إسحيم بن محمد الثاني، طبعا لأول مرة يشارك، صار بعض التدريبات معي، والحمد لله إن شاء الله يعني مثل ما تشوفون جميع المتسابقين الموجودين من المنطقة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق، وهدفنا هو الفوز إن شاء الله بهذا الشيء. شفتوا المسار بتاع راني سنايبر؟ إي الحمد لله، شفنا المسار أمس، مراحل يوم السبت ويوم الاحد، الحمد لله الامور فيها بسيطة. المراحل الجديدة فيها مرحلتين، طبعا هي نفس طبيعة الأرض، لكن إن شاء الله ما تكون جديدة علينا إن شاء الله. أهم شيء ما نبلش. إن شاء الله بإذن الله. طيب